سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من استاد القاهرة يسعدني أنقل لكم مباراة القمة، قمة الكرة المصرية بين نادي الأهلي والزمالك. دائما أبدا مباريات الأهلي والزمالك هي مباريات قمة بالرغم مما يكون في مركز أي من الناديين، ولو إن احنا النهاردة بنلعب والزمالك في المركز الأول والأهلي في المركز الثاني، إنما هي قمة الكرة المصرية. أحظى بشرف تمثيل النادي الأهلي إكرامي لحراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال حمدي أبو راضي، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، خط الوسط من اليمين للشمال خالد جدلة، مجدي عبد الغني، أسامة عرابي. أما خط الهجوم من اليمين للشمال فمصطفى عبده، زكريا ناصف، طاهر أبو زيد. كما يحظى بشرف تمثيل نادي الزمالك في لقاء اليوم عادل مأمور حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد صلاح، هشام ياكن، ابراهيم يوسف، بدر حامد. خط الوسط من اليمين للشمال محمد حلمي، كوارشي، ايمن يونس. خط الهجوم من اليمين للشمال عادل عبد الواحد، فاروق جعفر، طارق يحيى. بيحكم هذا اللقاء الحكم الدولي محمود عثمان، وبيعاونه الحكمان الدوليان شوقي خلف وحسن عوض. والزمالك بيبدا محمد صلاح لعادل عبد الواحد، انما في دفعه من ربيع ياسين، بدايه حماسيه من الفريقين. اسامه عرابي، طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد بيمشي بيفوتها وبيمشي بلعب العرض، تضرب في ايد عادل مأمور وتطلع بره الملعب. اول هجمه خطيره للزمالك للاهلي. خالد جدلة، أسامة عرابي، طاهر أبو زيد بيحاول يفوت، تتاخد وتوصل لعادل عبد الواحد. كوارشي، كوارشي لعادل عبد الواحد في راية وصفار، ضربة حرة غير مباشرة نتيجة تسلل عادل عبد الواحد. محمد حشيش لإكرامي، لأيمن يوسف، كوارشي، كوارشي لفاروق جعفر، فاروق جعفر، وكوارشي بيمشي بيلعبها لما جامدة توصل لطارق، تبعد عنه، يا سلام، برافو حمدي أبو راضي، طلعها بره الملعب، رمي التماس لنادي الزمالك، تبعد من طارق، ياخدها حمدي أبو راضي، ياخدها منه طارق. لعبة جامدة بره الملعب، تخبط الشبكة من بره، جمهور فاكر انها جول، انما ضربة ركنية من جهة شمال للزمالك. واطية وتوصل لفاروق عفار، بيلعبها ضعيفة في ايد اكرام. فاروق عفار، محمود صالح بيفوت لكوارشي، بيصلح على رجله، بيشوطها جامدة بره القايم الشمال، تطلع بره المرمى. اول شوطه جامده ارضيه سحيفه من كوارشي بكل بحماس الجماهير، انما بره. بعد مضي حوالي 19 دقيقه فعلا، خالد جدلة اللي طالع، وهينزل علاء ميهوب بعد 19 دقيقه من الشوط الاول. بيمشي حمدي ابو راضي طويلة لما طالع عادل مأمور، لعبها بايده لمحمد صلاح، بتتاخد من محمد صلاح وبيفوت، أسامة عرابي لزكريا ناصف، تفوت من زكريا ناصف، يقول أيمن يونس ورقص ويمشي، يهاجم علاء مهيوب اللي يرجعها ورا عادل مأمور لفاروق جعفر، خد علاء مهيوب لطاهر أبو زيد، بيمشي طاهر مرقص 6 3 وبيمشي ناحيه اليمين ولعب رجله بيت، تقع، برافو هشام ياكن، برافو هشام ياكن، بيطلع الكوره من قدام زكريا ناصف بينه وبين الجول نص يارده. ربيع ياسين، ربيع لعلاء ميهوب، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني بيصلح بالشوط عاليه بره الملعب، علاء ميهوب زكريا ناصف لعلاء ميهوب،
بتفوت. زكريا عباس جامده مظبوطه. عادل المأمور في متابعه من علاء ميهوب. كوره لو بعدت نص شبر عن عادل كان في متابعه من علاء ميهوب. برافو عادل. محمد صلاح، اسامه اورابي، محمد صلاح، محمد صلاح بيلعبها بالعرض تفوت. الله حمدي ابو راضي لما في دفعه من طارق يعني. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ابراهيم يوسف، علاء مهوب ياخدها، محمد حلمي لطارق يحيى، رجل الشمال رابع اكرامي، متوقعها اكرامي وظابطها مظبوط. ودي صفر محمود عثمان بانتهاء الشوط الاول من لقاء الاهلي والزمالك. سيداتي يعني سيداتي، بدا الان الشوط الثاني من اللقاء المرتقب بين الاهلي والزمالك اللي بيقام في استاد القاهره. محمد صلاح مره ثانيه، ورشي صلاح رجله بيلعبها عاليه 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 في السماء بره الملعب. فرصه فعلا انطلق بيها ورشي وصلحها لنفسه بعيد عن الجول حوالي 15 يارده، وشاف اكرامي بيتحرك حطها. لما هنشوفها مره تانية، شوف كراشي مشى وخدها 15 يارده. محمد حشيش، اسامه عرابي، زكريا ناصف لاسامه عرابي، اسامه عرابي ينطلق وبيلعبها جامده يا دوبك بره القايم. فرصه ثانيه للنادي الاهلي، يا ترى هنشوفها في العاده، هنشوفها اي مره ثانيه. اسامه عرابي اهو بينطلق وزكريا ناصف بيلعبها له، بيتحرك اسامه عرابي قدامه عادل مامور بيحطها من فوق. عادل انما بره القايم زي ما شفنا دلوقتي في العاده. تلعب ضربه ركنيه، لعبها مصطفى عبده طويله، يطلع عادل مامور يظبطها. برافو عادل لفاروق جعفر ومحمود صالح. محمود صالح محمود صالح دخل معاه محمد حشيش. فرصة أكيدة من فاروق جعفر، تتهيأ الكرة فاروق جعفر وإكرامي طارق يلعبها لإكرامي. خمستاشر دقيقة على بداية الشوط الثاني من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. برضه مش عارف لغايه دلوقتي، لا ده عادل عبد الواحد اللي طلع ونزل مدحت مكي. محمد حلمي لابراهيم يوسف لايمن يونس لابراهيم يوسف. احمد اعلام يا احمد العلم في المراكز لهشام يكن لايمن يونس بالشطه. خش جوه جول. الدور الاول للزمالك، ايمن يونس بيشوط الكوره من بعيد تنط على الارض وتقطع اكرام وتخش الجول. هنشوف الكوره دي مره ثانيه، ادي ايمن يونس من بعيد من حوالي 25 يارده بالشوطه تنط وتخش جوه الجول، وتصبح النتيجه هدف للزمالك لا شيء للاهلي بعد مضي حوالي 20 دقيقه. 20 دقيقه بيجيب ايمن يونس، بتشوف الكوره مره ثانيه. يجيب الجول الاول للزمالك بعد مضي 20 دقيقة. ضربة حرة مباشرة للاهلي. طاهر رمزي بيلعبها، تخبط في الحيطة وتروح لرامي ياسين على رجله الشمال، بيلعبها عالية مصطفى عبده بدماغه لحنا ابو راضي وتخبط وترجع. يا سلام، دفاع مستميت من الزمالك وتقطع الكورة بره الملعب. مجدي عبد الغني عالية، عامل المأمور بإيده لبدر حامد طلعها بره الملعب. حمدي أبو راضي بيلعبها، علاء ميهوب بيفوت لعبها عالية. برافو إبراهيم يوسف طلعها بره ملعب كورنر. لو فاتت من إبراهيم يوسف لأنها كانت فاتت من عادل المأمور كان في 2 3 من النادي الأهلي، إنما إبراهيم يوسف بيطلعها فوق العارضة. ضربة ركنية من ناحية اليمين
مجدي عليها وتقع من طاهر ابو زيد، في شايف احتجاج على محمود عثمان، لما طبعا ما كانش عادل مأمور ماسك الكوره زي ما احنا شايفين واقع في الارض. هنشوفها تاني كورنر، كورنر عاليه، وادي الدفعه في ظهر عادل مأمور هيلعب فريق ناقص. هنشوف ادي الكورنر مره تانيه، اهو عادل بيتزق يقع وانت تحط، انما في دفعه ياخدها ميكي من قدامه شريف زكريا ناصف وعادل مأمور وبدر حامد يظبطها عادل مأمور. عادل مأمور قدامه ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف لعادل مأمور، عادل مأمور بيلعبها عاليه بيصفر حكم الدولي محمود عثمان بالداء لقاء الاهلي والزمالك. نقول مبروك للزمالك فوزوا. سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من استاد القاهرة، يسعدني انقل لكم مباراة القمة، قمة الكرة المصرية بين نادي الاهلي والزمالك. دائما ابدا مباريات الاهلي والزمالك هي مباريات قمة بالرغم مما يكون في مركز اي من الناديين، ولو ان احنا النهاردة بنلعب والزمالك في المركز الاول والاهلي في المركز الثاني، انما هي قمة الكرة المصرية. احظى بشرف تمثيل النادي الاهلي اكرامي لحراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال حمدي ابو راضي، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، خط الوسط من اليمين للشمال خالد جدلة، مجدي عبد الغني، اسامة عرابي. اما خط الهجوم من اليمين للشمال فمصطفى عبده، زكريا ناصف، طاهر ابو زيد. كما يحظى بشرف تمثيل نادي الزمالك في لقاء اليوم عادل مأمور حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد صلاح، هشام ياكن، ابراهيم يوسف، بدر حامد، خط الوسط من اليمين للشمال محمد حلمي، كوارشي، ايمن يونس، خط الهجوم من اليمين للشمال عادل عبد الواحد، فاروق جعفر، طارق يحيى. هذا اللقاء الحكم الدولي محمود عثمان وبيعاونه الحكمان الدوليان شوقي خلف وحسن عوض، والزمالك بيبدا. توصل اول كوره لعادل مأمور بيظبطها على صدره خالد جدل، طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد وابراهيم يوسف بشوط جامده لما بره الملعب. طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد بيمشي بيفوتها وبيمشي بيلعبها بالعرض، تضرب في ايد عادل مأمور وتطلع بره الملعب. 10 دقائق على بدايه الشوط الاول من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. خالد جدلة، اسامه عرابي، طاهر ابو زيد بيحاول يفوت، تتاخد وتوصل لعادل عبد الواحد، كوارشي، كوارشي لعادل عبد الواحد في رايا وصفار، ضربة حرة غير مباشرة نتيجة تسلل عادل عبد الواحد. ربيع ياسين لأسامة عرابي لربيع ياسين، ربيع ياسين بشوطها جامدة برا الملعب. محمد حلمي، فاروق جعفر، فاروق جعفر ومحمود صالح بيفوت لكوارشي بيصلح على رجله بيمشي تجمع لما بره القايم الشمال تطلع مرمر. حمدي ابو راضي تطول تروح لكوارشي، ياخدها كوارشي ومع حمدي ابو راضي بيفوت كوارشي لعادل عبد الواحد لفاروق جعفر، ياخدها علاء ميهوب لطاهر ابو زيد، بيمشي طاهر برقة 60 3 وبيمشي ناحية اليمين ولعبها برجل اليمين تقع. برافو هشام ياكل، برافو هشام ياكل،
بيطلع الكرة من قدام زكريا ناصر بينه وبين الجول نص يارد. ربيع ياسين، ربيع لعلاء ميهوب، علاء ميهوب مجدي عبد الغني بيصلح وبيشوط عالية بره الملعب. أول لقاء بين الناديين كان يوم 10 ديسمبر 48 تعب التعادل 2-2. أحرز أهداف النادي الأهلي الكابتن أحمد مكاوي والمرحوم الكابتن سيد عثمان. أما أهداف الزمالك فالكابتن عبد الكريم صقر والكابتن سعد رستم. تاني لقاء في الدورة الأولى فاز فيه الزمالك 1-0 والأحرزه يونس مرعي. ورشة ولا هيلعب جامدة تخبط في محمد حشيش وترجع لبدر حامد، بنقلها لطارق يحيى، طارق يحيى بنقلها لمحمد حلمي تطول وتطلع بره ملعب ابراهيم يوسف. احمد يا ادم يا احمد اللي عندك البراكر لهشام يكن لايمن يونس بالشطه. خش جوه الجول، خش جوه الجول. الدور الاول للزمالك، ايمن يونس بيشوط الكره من بعيد تنط على الارض وتقطع اكرام وتخش الجول. الدور الاول للزمالك. هنشوف الكره دي مره ثانيه، هنشوف الكرة دي مرة تانية. ادي ايمن يونس من بعيد من حوالي 25 يارد بالشوطة تنط وتخش جوه الجول وتصبح النتيجة هدف للزمالك لا شيء للاهلي بعد مضي حوالي 20 دقيقة. مجدي عالية وتقع وجود عادل لان في دفعة، دفعة من طاهر ابو زيد، في شايف احتجاج على محمود عثمان لما طبعا ما كانش عادل مأمون ماسك الكوره زي ما احنا شايفين واقع في الارض. هنشوفها تاني كورنر، الكورنر عاليه وادي الدفعه في ظهر عادل مأمون وضربه حره مباشره للزمالك، ضربه حره مباشره للزمالك. هنشوف ادي الكورنر مره تانيه اهو عادل بيتزق يقع وبتتحط انما في دفعه. زكريا لمحمود صالح لزكريا مجدي عبد الغني حمدي ابو راضي مع سعيد الجداي عادل مأمور يظبطها عادل مأمور لابراهيم يوسف. ابراهيم يوسف لعادل مأمور قدامه طاهر ابو زيد ضربة حرة غير مباشرة هيلعبها عادل مأمور قدامه ابراهيم يوسف. ابراهيم يوسف لعادل مأمور، عادل مأمور بيلعبها عالية بيصفر حكم الدولي محمود عثمان بالتالي لقاء